عقد اليوم الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، والذي يرأسه كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله ورعاهما. وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وبمشاركة أعضاء فريق عمل اللجنة من الجانبين. وفي بداية الاجتماع ألقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني كلمة أعرب فيها عن بالغ السعادة لانعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي، تأكيدا لعزم البلدين الشقيقين المشترك ورغبتهما الصادقة في تعميق التواصل والتكامل والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، سيرا على النهج الحكيم والتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله ورعاهما، بما يليانه من اهتمام كبير لتعزيز وتوطيد علاقات الأخوة التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. وقال سعادة وزير الخارجية: لقد شهدنا في نوفمبر الماضي إحدى ثمار هذه الرعاية الكريمة من قادتنا حفظهم الله ورعاهم، وذلك من خلال التوقيع على البروتوكول المعدل لمستوى رئاسة مجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية حفظه الله. وذلك بما يجسد مدى الاهتمام والحرص المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة وبناء مستقبل أكثر إشراقا ورسوخا للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين وفخرها بالدور الرئيسي والاستراتيجي الذي تقوم به الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وما تتبناه من مبادرات رائدة. وقال إنه بالإضافة إلى المبادرات الإنسانية التي تقوم بها المملكة، فقد أطلقت مبادرة مهمة لوقف إطلاق النار في اليمن، ومبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر. ومن جانبه تقدم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية وزير خارجية المملكة العربية السعودية ببالغ الشكر والتقدير لسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني على دعوته الكريمة لزيارة مملكة البحرين ولعقد الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي، منوها بأن عقد هذا الاجتماع دلالة واضحة على الرغبة الصادقة للبلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الثنائية، كما يؤكد ذلك على ترسيخ النهج الذي اعتمده قائد البلدين نحو تكريس التعاون الثنائي في كافة المجالات. مضيفا سموه أن هذا الاجتماع يؤكد على عمق العلاقات السياسية بين البلدين، والتي تسهم وتتسم بتطابق وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم المملكتين والتنسيق والتشاور المتواصل على كافة المستويات. كما عبر صاحب السمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية عن ارتياحه لما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية في هذه اللجنة، منوها بما قامت به اللجان الفرعية الأخرى وفرق عملها من تنسيق للجهود، سعيا لعقد اجتماعاتهم والرفع بنتائجهم إلى أمانة في المجلس، تمهيدا لعقد الاجتماع الثاني للمجلس برئاسة أصحاب السمو الملكي وليي عهد البلدين الشقيقين حفظهم الله خلال شهر مايو 2021. وفي الختام أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن أمله بالعمل من الجانبين لإنجاز كل ما تم الاتفاق عليه للوصول إلى النتائج المثمرة التي يتطلع إليها الجميع لتعزيز كافة مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، متطلعا سموه للتشرف بعقد أعمال الاجتماع الثاني للجنة في الرياض لمتابعة ما تم إنجازه وكل ما من شأنه الرقي بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماع المبادرات والتوصيات التي تم التوصل إليها ضمن لجنة التنسيق السياسي وآلية تنفيذها بعد إقرارها من قبل مجلس التنسيق السعودي البحريني. كما استعرض الجانبان خلال اجتماع لجنة التنسيق السياسي دعم وتعزيز العلاقات السياسية الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكد على تطابق وجهات النظر حول مجمل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية الاجتماع قام كل من سعادة وزير الخارجية وصاحب السمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. نحن اليوم نلتقي في اجتماعنا الأول للجنة التنسيق السياسي لإقرار عدد من المبادرات البناءة ووضع الرؤى المشتركة لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية وتوطيد علاقات الأخوة والتعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة التنسيق المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لرفعها للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني لاعتمادها. ويسرني أن أنتهز هذه المناسبة ليعبر عن اعتزاز مملكة البحرين وفخرها بالدور الرئيسي والاستراتيجي الذي تقوم به الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وما تتبناه من مبادرات رائدة غيرت الفكر لدى الآخرين وعززت العلاقات مع الدول الحليفة والصديقة. فبالإضافة إلى المبادرات الإنسانية التي تقوم بها المملكة، فقد أطلقت مبادرة مهمة لوقف إطلاق النار في اليمن، ومبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، مما سوف يزرع الأمل لدى شعوب المنطقة في حياة كريمة وبيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة مستدامة. يمثل عقد هذا الاجتماع دلالة واضحة على الرغبة الصادقة لبلدنا لتعزيز العلاقات الثنائية، كما يؤكد على ترسيخ النهج الذي اعتمده قائد بلدينا نحو تكريس التعاون الثنائي في كافة المجالات، ومن بينها التعاون السياسي، وبما يلبي تطلعات شعبينا ويخدم المصالح المشتركة فيما بيننا. كما يؤكد على عمق العلاقة السياسية بين بلدينا والتي تتسم بتطابق وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم المملكتين، والتنسيق والتشاور متواصل على كافة المستويات في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في بلدينا ومنطقتنا والازدهار والنماء لشعوب المنطقة، علاوة على خدمة الأمن والاستقرار الدوليين. أود التعبير عن ارتياحي لما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية في هذه اللجنة، وخصوصا ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ عدد من المبادرات، كما أود التنويه بما قامت به اللجان الفرعية الأخرى المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني وفرق عملها من تنسيق للجهود مع نظرائهم البحرينيين يسعين لعقد اجتماعاتها والرفع بنتائجهم إلى أمانة المجلس، تمهيدا لعقد الاجتماع الثاني للمجلس برئاسة أصحاب السمو الملكي ولي العهد في بلدينا الشقيقين حفظهم الله خلال شهر مايو 2021.